ما حكم الزواج عن حب وتعارف؟ حيث كثير من الشباب والفتيات اليوم لا يؤمنون بنجاح الزواج التقليدي بسبب إخفاء العيوب الشخصية في الخطبة وسهولة زواج الحب بسبب الموافقة المسبقة للبنت على الشاب. أمس واحد مكلمني أو أول أمس يبي يطلق زوجته، ليش؟ لأن احنا متزوجين عن حب. شو؟ زوجين حب تطلقني؟ يقول لي ايش حق تكلميني وأنا ماني زوجك ولا كذا؟ معناه أنت مو نظيفة. شلون رضيتي تكلميني وأنا ما كنت زوجك؟ شلون كلمتيني قبل؟ أنا بس ما أبي بطلقته، بدور وحدة عفيفة نظيفة. ما يخلص الإنسان. فقضية إني أتزوجها عن حب، سؤال بسيط فقط. لو واحد دق لك تلفون ألو نعم أختك موجودة؟ نعم شايفها، أنا أحبها وهي تحبني وقاعد نتعرف على بعض هاليومين، ترضى؟ اللي يرضى يرفع إيده، خلينا نشوف. ترضى تعطي اختك تقول لها هاك هذا واحد يحبك يبي يتعرف عليك زياده عشان بيتزوجك؟ من يرضى هذا؟ من يرضى هذا لابنته؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لا تبحث فقط عن شهوتك وسعادتك، انت ابحث عن الحق. وانا اقول لك الان، هذه الذي رضيت ان تكلمك وتحبك لانها اعجبت بك وانت غريب عنها، ما يمنع ابدا غدا بعد الزواج تحب واحد غيرك لما تشوفك على حقيقتك وتشوف الكلام الرومانسي وكذا تغير، ويلا وين الغداء وين هذا وناشف، ويطلع له واحد شلونك حبيبتي راحت معاه، لأن مثل ما راحت معك بتروح مع غيرك. هذا الكلام فاضي، وهذا الذي أفسد كثيرا من البيوت اليوم. قضية إن حبيتها وحبتني وتواعدنا على الزواج والتقينا مع بعض كم مرة وعرفت أخلاقها، كلها مجاملات أصلا. لا عرفت أخلاقها ولا عرفت أخلاقك، لا أنت قاعد تجمل وهي قاعد تجمل، ليست أخلاقك الحقيقية ولا أخلاقها الحقيقية. كل واحد فيكم قاعد يعني يأخذ على نفسه زيادة على أساس أنه ينال مراده. علينا أن نتقي الله تبارك ونحفظ أعراضنا ونحفظ بيوتنا ونحفظ بيوت الناس، ولا نرضى هذا لأخواتنا ولا لبناتنا ولا لأقاربنا. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذلي بالزنا، قال أترضاه لأمك؟ قال لا، قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لخالتك؟ قال لا، قال وكذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم. أترضاه لعمتك؟ قال لا، قال وكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم. وأنا أقول لك الآن يا سائل، أترضاه لأختك؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ ما أظن أحد يرضاه. فلا ترضى لبنات الناس ما لا ترضى لنفسك. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذه الأمور، والله المستعان.